يا من إليك تضرعي ورجائي، وإليك أمر الخلق في العلياء، يسر بفضلك كل أمر معسر، واغفر الذنوب بسر سيد شفعائي. يا من بجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، وكلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، وخص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وعلمه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقاب. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم يا رب ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرقني ذنوبي وليس لها غافرا إلاك، يا غافر الذنب العظيم وقابل التوب قلب تائب ناداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم فمن يجود بكرمه إلاك. هيا بنا إخوة الإيمان وعبر أسير إذاعتنا العاملة ومكبرات الصوت المتميزة من داخل هذا السرابق من كبرى مخازن الفراشة لصاحب الحاج ربع الورواري وأخير حج ناصر، نحيا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة العلم القرآني والمقيم بكفر أبو مسلم أبو حماد فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح إسماعيل، داعين المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء والذين كفروا
بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا يمسه السوء ولا هم يحزنون. الله
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله قدره ولو جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور ونفخ في الصور
فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وما وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور رب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب والشهداء وقضي بيننا
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وقضي بينهم ووفيت كل نفس ما عملت
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. استمعنا واستمتعنا إخوة الإيمان بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح إسماعيل المقيم بكفر أبو مسلم أبو حماد، وعمل بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أتقدم باسم جميع عائلات آل منصور الكرام، هؤلاء الرجال الأخيار أصحاب الواجب والأدب في كل مكان، بخالص الشكر وجزيل الإحسان لكل من أتى لهذا المكان مشاركا في واجب العزاء في الوالد الحاج مصطفى أبو منصور، شاكرا واجب العزاء لفضيلة العالم الجليل الشيخ أسامة عبد الجواد وفضيلة العالم الجليل الشيخ حسن العساسي، كذلك أيضا شاكرا واجب العزاء للرجل الذي نسعد به دائما في مجالس القرآن وفي كل مكان الحاج سبكي أبو محمود والحاج عبد المنعم العريني. شاكرا لحضراتكم جميعا كل أحد باسمه، فأنتم جميعا رجال أفاضل لكم جزيل الشكر والعرفان. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة عبر أسير الاستوديو الإذاعي ومكبرات الصوت المتميزة والأنوار الفضية من داخل هذا السراج، والذي كملا وجملا تحت إدارة وإشراف مخازن فراشد الحاج رضا الورواري وأخير حاج ناصر والمقيم بالورورة. أيها الإخوة الكرام، من أراد من حضراتكم أن يستمع لهذه التلاوات مرة ثانية فذلك من خلال قناة سفراء القرآن الكريم على مواقع الانترنت واليوتيوب بصاحبها مهندس ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.